تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سيلفي اوروبا اللي بتجيكم مني انا محمد عواد في قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، عشان هيك بقول لكم تشتركوا فيها. حلقه اليوم بعد مباراتين ظهر فيها بطل اوروبا 2016 وابطال العالم 2014-2018 البرتغال عم تهزم المجر وعم تسحقها بثلاثيه، لكن السحق جاء متاخر جدا وهذا طبيعي للغايه لما نتكلم عن فرق جودتها محدوده بتحاول تقاوم وتقاتل. المجر صمدت، لكن هذه الفرق لما تتلقى هدف بهذا الوقت بالعادة تفلت منها الأمور، وهذا اللي حصل. انتصار مهم للبرتغال بفارق أهداف مهم عشان ممكن تضطر تحتاجه لو انتهت في المركز الثالث في نهاية المجموعة. خلال هذا اللقاء صار حدث تاريخي مهم، كريستيانو رونالدو بينفرد بسباق الهدافين في أمم أوروبا عبر التاريخ وبيصبح الهداف التاريخي لكأس أمم أوروبا على الإطلاق وبفض الشراكة مع ميشيل بلاتيني. هون لما نيجي نتكلم على اللاعب، هو فعليا هداف اعظم نادي في تاريخ كره القدم ريال مدريد، هو هداف اهم بطوله انديه في تاريخ كره القدم ايضا دوري ابطال اوروبا بنظامها الحالي، هو هداف كره القدم بتحطيم الارقام القياسيه اللي صارت مطلع الموسم ما بننساها ايضا، فوق ذلك هداف اهم بطوله قاريه بعد كاس العالم اللي هي كاس امم اوروبا. ممكن نوقف مع نقطتين، اولا هذا الشخص باستمراريته برغبته المستمره باضافه شيء جديد درس لنا جميعنا، ما في شيء اسمه إذا طلع صيتك حط راسك ونام، إذا طلع صيتك فعلا لازم تتعب أكثر وتشتغل أكثر، عشان وانت بطلع صيتك بطلع لك أعداء أكثر فما تخليهم يتشفوا فيك. هذا اللي بيعمله رونالدو حرفيا، دائما بتطور دائما بيزيد دائما بضيف دائما ما بيوقف. أنا بحضر كرة قدم من التسعين تقريبا، أعتقد اللي جاء بهذه الشخصية بهذه الروح بهذه القتالية بهذه الاستمرارية والرغبة الجديدة كل يوم يعني بنعده على الأصابع صراحة وممكن على إيد كفة واحدة بس. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني بتشوف شوي شوي ناس يعني بيطلعوا يحاولوا يقزموا من كل هذا الأرقام الرهيبة العجيبة اللي جمعت في لاعب واحد. خليني أوضح وأحكي بصراحة، إذا أنت ما بتحب رونالدو نتيجة تشجيع فريق معين لاعب معين هذا مفهوم، إنك على السوشيال ميديا تلبس ثياب الكبرياء وتحاول تقزم وتصغر وتعمل أي شيء بدك إياه بإنجازات رونالدو، لأنه حتى الطرف الآخر مع اللاعبين الآخرين بيعملوا نفس الشيء. هذا مفهوم لو الموضوع بس على السوشيال ميديا، بحقك اعمل اللي بدك اياه. المشكله وين؟ اذا كان هذا الكلام فعلا في ناس مؤمنين فيه، اذا في ناس مؤمنين انك ممكن تصير هداف كره القدم وهداف ريال مدريد وهداف دوري ابطال اوروبا وهداف امم اوروبا بالحظ وبالبلنتيات، لا في مشكله كبيره، في مشكله كبيره باساسيات المنطق الكروي باساسيات منطق الحياه. الحياه ممكن تعطيك صدفه، اما تعطيك اربع صدف من اعلى طراز لا ما بتعطيك اياها ابدا. هذا شخص صنيع الجهد، صنيعة تعليم، صنيعة استمرارية، صنيعة رغبة مستمرة، رغم انه جميعنا بنعرف لا ماديا رونالدو محتاج كرة القدم حاليا ولا انجازاته محتاج يضيف عليها شيء حاليا، لكن رغم ذلك هو رجل بيرفض يكون بالصف الثاني والثالث لانه تعود على الصف الاول، وهذه ميزة لازم نتعلم منها جميعنا. ننتقل للمباراة الثانية، المانيا وفرنسا. في كثير مواقف بلقاء اليوم خلينا نبدا فيها، ظهر انه في عند فرنسا الجودة اقرب للسوبر هيروز الابطال الخارقين. تم إغاءة بوجبا، سرعة إمبابي، تحركات نحكي بنزيما، وسط وقدرة كانتي رهيبة جدا. في أكم لاعب عندهم مستواهم مقارنة بمستوى اللاعبين الموجودين في كل اليورو تقريبا لا ليفل آخر، طبعا كل واحد بدوره هذا واضح. وعلى المستوى الجماعي ديشام ما زال قادر يخلي هذا الفريق كله كتلة واحدة. بنشوف جريزمان عم بيرجع يدافع كأنه أحسن مدافع، بنشوف بوجبا عم بيلتزم دفاعيا بشكل ممتاز زي ادواره بكاس العالم وادواره الهجوميه ايضا بيكون موجود فيها. اذا الفريق ما زال مجموعه منتظمه جائعه مسيطره وبتلعب بتركيز 90 دقيقه، ولما نتكلم عن جودتهم وعن الرعب الموجود في دكتهم بتضل فرنسا 100% بناء على اللي شفناه وعلى اللي بنعرفه عنها من المرشح الاول لللقب، خصوصا انه ديشام ما عنده مشكله يدافع وما عنده مشكله يهاجم، مدرب بيلعب حسب مقتضيات اللقاء وما بتفرق معاه الناس شو بتحكي عنه. هذا الجزء الاول. بس الجزء الثاني في الموضوع المانيا، وكثير ناس منكم بتعرف اني انا بشجع المانيا، واليوم انا بصراحه كنت متشائم يعني داخليا متشائم، كنت مش متوقع نشوف المانيا تلعب اللعب اللي لعبته تحديدا بالشوط الثاني. رده الفعل بالشوط الثاني كانت ممتازه، كميه الفرص اللي خلقت بالشوط الثاني كانت ممتازه، امتلاك الكره كان ايضا ممتاز، ربما 20 دقيقه في الشوط الاول كان فيهم ارتباك ورهبه واضحه، لكن بعد ذلك المانيا تحسنت واعتقد قدمت اداء من حيث المستوى الفني من حيث التحركات، ربما كان ينقصها اليوم فقط الاهداف حتى نعرف انه كان في فريق عم بيتحرك بشكل مستمر،
فريق عم بينتشر بشكل ممتاز، فريق عنده تنوع فني باسلوب ادخال الكره منطقه الجزاء، باسلوب اداره الكره في خط الوسط. لا فريق ممتاز. ممكن لوف انا شخصيا اهتزت ثقتي فيه كثير بعد كاس العالم ودوري الامم الاوروبيه، لكن اعتقد الفريق اليوم قدم شيء بيقول فيها بكل بساطه انه بامكانه يتاهل. اهم شيء ما يرجع يرتكب هفوات زي هفوات 2018 في مباريات البرتغال والمجر. الامور بايده، الاداء اللي قدمه بيحكي انه هذا اداء باهله بنسبه كبيره للدور الثاني. منتخب 100% بينقصه وما زال ينقصه منذ رحيل مروزلافك لاوزه، اللاعب اللي بيضمن لك هدف لما تكون انت الافضل، اللي بيضمن لك هدف لما الكره تدخل منطقه الجزاء كثير. المانيا بتعاني كثير من يوم ما راح الثعلب الالماني، بس من حيث الاداء اعتقد الموضوع مرضي، احسن بكثير مما انا توقعت شخصيا. واعتقد كثير من مشجعين المانيا اللي بعرفهم كانوا شوي متشائمين، لكن الشخصيه، الثقه، الهدوء اللي ظهرت في المانيا بعد فتره ارتباك في بدايه اللقاء، خلينا نحكي لا الفريق افضل مما احنا بنتصور، وربما هاي المجموعه اصعب على الجميع مما يعتقد الناس. هذا باختصار حلقتنا اليوم في سيلفي اوروبا. كنت معكم انا محمد عواد، موجود فيسبوك وتويتر انستغرام، وضروري جدا تتابعوني على سيلفي سبورت في اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله.